احنا مؤمنين بالله، بالأديان، بالتوراة والإنجيل والقرآن. النصر للمعمرين وليس للمفسدين. الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. قتل إنسان واحد بغير حق يساوي قتل البشرية أجمع. كل إنسان شهيد هو شاهد لإيمانه، وكل شهيد هو يعبر عن شهادته في الإيمان. اللهم تقبل شهداءنا في المتقين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والصالحين، ونور قبورهم وأبدلهم حياة خيرا من حياتهم. ولتكن أنت يا رب نصيبهم وسندهم في هذه الحياة وإلى الأبد. آمين. شهداءنا في قلوبنا، يوم الشهيد 9 مارس.